إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية. البرلمان المغربي مجتمع يعني بالنواب ديالو مستشارين ديالو من أجل مناقشة هذا القرار اللي صوت عليه البرلمان الأوروبي واللي فيه إدانة المغرب واللي كيحث فيه المغرب على احترام حقوق يعني الإنسان وعلى احترام حرية الصحافة والإعلام بالخصوص، وفيه واحد نوع من النبرة اللي فيها إعطاء أوامر للمغرب، والمغرب كدولة مستقلة بقرارها أولاً لا يمكن إلا أن ترفض مثل هذه القرارات التي من ناحية يعني هي غير مقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي كان سبق وأن أعطى الوضع المتميز للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، واللي اليوم من حقنا أننا نستفسر على يعني الحيثيات ديال هذا القرار. وفي هذا الوقت بالذات أولا على الأقل ثلاثة ديال الأمور، أنه اليوم الاتحاد الأوروبي كيعرف واحد الأزمة خصوصا بعد الجائحة ديال كورونا والحرب الأوكرانية الروسية اللي عطات واحد الأزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا جدا. ثانيا تراجع ديال الدور ديال الدول ديال الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا. إفريقيا اللي اليوم هي الحلبة اللي كدار فيها المعارك الجيوستراتيجية الكبرى ما بين العملاقين من جهة الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة ثانية روسيا والصين، والاتحاد الأوروبي ما بقاتش عنده ذاك المكانة اللي كانت عند الدول ديالو، واللي اليوم تيشوف بأن المغرب قطع أشواط داخل إفريقيا. المغرب متواجد على عدة مستويات، لا في الأبناك ولا في يعني التأمين ولا في واحد العدد ديال الشركات، والمغرب اليوم ما بقاش كيقبل أنه نتعاملوا معاه غير كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، ولكن كشريك حقيقي في هذه العملية هذه من بعض الدول اللي وقع علينا التضييق، وخصوصا المستعمر القديم اللي هو فرنسا. المسألة الثالثة هي انفجار هذه القضية ديال قطر جيت. قطر جيت واللي على إثرها كان الاعتقال ديال نائبة البرلمان الأوروبي وكذلك بعض البرلمانيين، واللي كيقولوا هذا الشيء مازال كيتحتاج للتأكيد أن هناك تورط ديال المغرب وأن المغرب متورط من أجل الدفاع على بعض القضايا بحال الصحراء ولا الصيد البحري باش يشمل يعني الأقاليم الصحراوية ولا المسألة ديال الهجرة إلى ما غيرها، وتنظن بأنه التداعيات خطيرة وخطيرة جدا على الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة ديال هذه الفضيحة ديال الرشوة اللي مورطين فيها نواب من الاتحاد الأوروبي. تنظن أن اختيار هذا التوقيت هو من أجل تفريج على الضغط اللي هو ممارس على الاتحاد الأوروبي، وأنه بغى يوضع المغرب في العين ديال العاصفة باش يمكن أنه يربح الوقت بيد ما يلقى مخرج من هذه الأزمة. ولكن في نفس الوقت احنا كمغاربة مسؤولين، ما تنتسناوش واحد يعطينا الدروس، ولكن احنا مسؤولين على أوضاعنا الداخلية. احنا كحزب شراكي موحد تقدمنا بمقترح مشروع قانون من أجل العفو العام. احنا محتاجين اليوم إلى انفراج باش نعيدوا الثقة باش نجمعوا اللحمة الوطنية باش نخدموا بلادنا ونشوفوا بها التقدم. اليوم احنا في حاجة إلى الإفراج على المعتقلين ديال الريف وإلى رفع التضييق على الصحافة المغربية والرأي وحرية التعبير. هذا الشيء كله خصو يتدار، ما نتسناوش شي واحد يعطينا الدروس ولا شي واحد يجي يزيرنا الصمت ولا يقول لنا اش خصكم ديروا. المغرب اللي بغى يتقدم خصو هو يتحمل مسؤوليته. المغرب اللي دار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة خصو يطبق اليوم التوصيات ديال هيئة يعني الإنصاف والمصالحة كي لا يتكرر ما جرى، وباش كل جهات المغرب تنعم بالإمكانية ديال التنمية، باش كل الشباب المغربي تكون أمامه نفس الحظوظ باش يتكون باش يدوز المباراة باش ينجح باش يخدم بلاده. احنا محتاجين لهذا الشيء باش نحيدوا هذه الشوكة من رجل المغرب، باش ما يبقى حتى شي واحد يتجرأ علينا ولا يورينا اش خصنا نديروا في مجال حقوق الإنسان ولا في مجال حرية الصحافة ولا كيفاش خصنا ننميو بلادنا ولا كيفاش خصنا حنا حتى حنا يكون عندنا طموح باش نفتحوا على العالم بشكل مغاير ما نبقاوش دولة تابعة. ولا تزال